أنا معتز الخطيب، ولدان سوريا دمشق. الحمد لله كان عندنا مطعم كبير لحنا بدمشق، و يعني كان أخذ 3 نجوم، فيه أصناف كتير سورية من طبخ شرقي وحتى للغربي. كان عندنا أصناف كتير، والحمد لله أنا بعد فترة يعني تقريبا من 2007 جيت للجزائر. كمان الحمد لله الله كتب لنا وفتحنا مطعم هون، وهلأ من جديد فتحت مطعم مانيسا، اسمه مطعم مانيسا المختص بالأكلات السورية. طبعاً مشكل فيه شرقي وفيه غربي وفيه كتير أصناف الحمد لله، و يعني عم نحاول إحنا قدر الإمكان أنه نقدم للشعب الجزائري، نقدم له نعرفه عن الأكلات يعني السورية الدمشقية. والحمد لله يعني عم يعجبوا هذا الشيء، عم نلاقي انه عم يعجبوا الأكلات تبعتنا، وفي إقبال علينا الحمد لله. Tip tap tarare tarare.
هلا الجو عندنا برمضان الحمد لله كتير حلو، انه فيه 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 احساس، بتحسي بفرحة الناس، بتحسي باجواءه بالنسبة للباسهم لاكلهم لشربهم، حتى الاسواق، يعني الاسواق بتختلف كتير، بتلاقي عالم بالاسواق كتير، حتى المحلات تجهيزاتهم بتختلف اكتر برمضان. بالنسبة للمحلات الحلويات، في عنا منطقة اسمها الجزماتية، هي مكان يعني شارع طويل كتير، فأنت لما بتدخلي فيه بتلاقي كل أنواع وأصناف الأكلات السورية، من حلويات أو من طبخ وأكل وهالشغلات هاي. حتى بتلاقي انه عاملين زينة، بيزينوا الشارع بالزينة تاع رمضان وفوانيس وهيك شغلات، يعني بتلاقي كتير، مثلا حتى لبسهم بيلبسوا لبس تقليدي، وبيعملوا لك مثلا في طريقة، بيصيروا بينادوا مثلا كل شخص بينادي على حسب الأصناف اللي عنده، بيع العوامة، العرقسوس، التمر هندي، كمان في عنا أكلة حلوة هي برمضان، مختصة برمضان، الناعم، بينادوا له رماك الهواء يا ناعم، هي خبزة رقيقة بتقرمش وعليها بيحطوا لها دبس تمر، فكتير طيبة. وكل يعني طول ما انك ماشي بهذا الطريق بتسمعي البائعين عم ينادوا على حسب الصنف تبع هذا، فالجو الحمد لله كتير حلو، و يعني ميدان، هي الميدان كمان بس تخلص الجزماتية بتجي الميدان، بتلاقي فيها أصناف كمان تبعات الأكل، الحلويات قلنا، في عنا المعروك برمضان، في عنا في كتير شغلات الحمد لله، يعني أغلبها كتير، يعني برمضان بالشام تحتاري شو بدك تاكلي او شو بدك تشتري، يعني من كتر ما انت بتشوفي شغلات فبتحتاري، ما عاد تعرفي شو بدك تخيري او شو بدك تجيبي. هلا الفرق بين المطبخ الجزائري والمطبخ السوري، انا الحمد لله بحب الاكل الجزائري، اكلت شوي منه، بس اللي احنا بلاحظ انه في عنا كميات او انواع اكثر، أصناف أكثر، حتى البهارات التوابل مثلا تختلف عن بعض، التوابل بيختلفوا، طريقة التحضير في اختلاف شوي طبعا، وحتى الأصناف في يعني بين الجزائري والسوري في اختلاف الأصناف أو هذا، إيه بس يعني نحن أصنافنا أنه كتيرة، فيها المقبلات أنواع كتير أو الشوربات أنواع كتير. Shop tip.
dab tab da 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 shop tab ni da 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 ni do tab. هلا نحن ببلش مطعمنا مطعم الناس ببلش من البداية اللي هي الشاورما. شاورما منبلش، بعدين في عنا قسم تبع التمشاية والمقبلات والسلطات، عنا قسم تبع المشاوي، مشاوي بأنواعها، وعنا قسم البيتزا والفطاير والبراك كمان بأنواعها، وفي عنا القسم تبع الغربي والشرقي، طبعا طبخات الشرقية وطبخات الغربية، وفي عنا قسم العصائر والكوكتيلات وسلطات الفواكه والكريب وال يعني أصناف تبع سلطات فواكه بس بالقشطة أو بالنوتيلا وهالشغلات هاي. هلأ نحن عنا طبعا هي دائما بالجزائر الشاورما رقم واحد هي، والفلافل والحمص مقبلات، بعدين بيجي المشاوي، في عنا مشاوي أصنافها كتيرة، الشقف، الكباب، لحم، طبعا كباب خروف، في عنا الشيش طاووق، كباب دجاج، فروج على الفحم، حتى الكباب في له انواع كتير، وكل نوع يعني شو بيجي فيه. كمان الفطاير، الفطاير هلا هي كتير تبع يعني اكلات الصبح، انه الناس بتحبها الصبح مع الشاي، مثلا فطاير جبنه، فطاير زعتر وهالشغلات هي. في عنا الصفيحه، صفيحه يعني اكله رقم يعني الناس كتير بتحبها، والمجرمشه، الشرحات، اللحم بعجين، في ناس بيقولوا لها لحم بعجين، في ناس بيقولوا لها الصفيحه. ايه، وطبعا في الطبخات الشرقيه، في اكلات كمان غربيه، عندك الكبة، كبة مقلية، كبة مشوية، في الفلافل، في كتير شغلات. والله هي الحاجة الأولى أنه نتمناها أنه البلاد العربية تكون بخير وسلامة، طبعا ما يعني نفوت لحنا نقطع هالشي اللي مر علينا، أنه نتهنى منه خلص، يعني نبقى بخير وسلامة البلاد العربية كلها، ونكون إيد واحدة. كلمة أخيرة، أنا بشكر الشعب الجزائري لأنه وقف معنا بالفترة اللي لحنا مرينا فيها، وبتمنى لهم يعني يكونوا بخير وسلامة، وإن شاء الله لحنا بيكون بلدنا كمان نرجع مثل أول وأحسن إن شاء الله بإذن الله. وبتمنى أنه يعني نكون عندها حسن ظن يعني الناس اللي بيشرفونا، انه نقوم بواجبهم، نستقبلهم منيح، ونقدم لهم شيء الافضل والاحسن ان شاء الله. Tip, tip, ta-da-da, ta-da-da.
لما بشوف مثلا بيكون فيه سوق في عالم كتير وفيه الجو تبع رمضان، حتى بتحسي انه مثلا في عندهم مثل عنا في شغلات مثل عنا، انه مثلا في اكثر اكلات انه هي برمضان لازم تكون، مثلا مثل شربات، مثل الزلابية هيك، شوربة الفريك، يعني مثل عنا كمان حتى عنا في رمضان انه في شغلات لازم تكون، مثل العرقسوس والتمر هندي والجلاب وهيك شغلات. ايه حتى هون الحمد لله جو حلو، عندهم جو حلو. والله انا بشكركم كثير على هالحلقة هي، يعني انتم عم تحاولوا انه ترجعونا لذكرياتنا شوي، و يعني عم نحكي انه يعني شيء كثير حلو عم نقارن او عم، يعني بشكركم كثير على الفرصة على هالحصة هي، وبشكر قناة أنيس، وإن شاء الله رمضان يكون خير على الأمة العربية كلها، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. اهلا وسهلا فيكم. بعد ما عزبنا فريق قناة الأنيس الفضائية وجهزنا شوية اطباق معهم،
هلا بدنا نعرفكم عليهم. طبعا اول شيء نبدا بالمقبلات، هي بدايه الاكل بالنسبه ل يعني المائده السوريه. في عندنا هون البابا غنوج اللي هو بيتالف من الباذنجان طبعا مشوي، وبيجي فيه فليفله خضراء وشوي بندوره يعني اللي هي طماطيش، شكلها كتير حلو حتى طعمها، ولحنا بنحط لها شوية دبس رمان حتى تطلع أطيب أكثر. نجي كمان لهون عندنا الحمص، هو حمص لحنا بنخليه بالمي قبل بيوم بعدين بنرحيه، طبعا معه مكونات اللي هي الطحين، طحين وتوابله كمان كتير طيب. هذا أكثر الأوقات بيكون بناكله يعني يوم الجمعة أو على فطور برمضان، كتير طيب. في عنا كمان المتبل، باذنجان مشوي بنشويه طبعا، وبعدين بنقشر الباذنجان وبنحط له طحينة ولبن، وبنحط على وشه زيت زيتون، وبيتقدم كمان طيب كتير. هي المحمرة، هون شاورما كمان، شاورما عربي هي اسمها، بتيجي سندويشها مقطعة فيها كريم توم وشاورما وبطاطا سلطة سويسرية، والزينة تبعها بتشهي. هذا الطبق الأساسي اللي أكثر شيء مشهور طبعا بالنسبة للأكلات السورية اللي هي الكبة. الكبة هي البرغل أو الفريك، بنرحها مع اللحمة وبعدين بنعملها على شكل بيضوي، وبداخلها بنحط لحم خروف مرحية. طبعا هذا لحنا عملنا واحد شكله كتير حلو، اللي احنا بنسميه مشكل مقبلات، فيه شوي شوي حمص، شوي متبل، شوي بابا غنوج، والمحمرة وسلطة زيتون، شكله كتير حلو بشهي. نجي للكريسبي اللي هي قطع صدر تبع الجاج، طبعا بينحط بالطحين وفيه مكونات تانية، وبعدين بينقلها بيطلع كتير شكلها حلو ومقرمش، اسمها كريسبي كتير طيبة. أنا هون كمان فطاير معجنات، في جبنة، في سبانخ وجاج ولحمة وزيتون، كمان كتير طيبة. وبالمشويات عملنا الفروج على الفحم اللي هي فخد الجاج، طبعا بنحط بالتوابل وبعد وقت حتى يشرب التوابل تبعه بنحطه على المشواية بنشوي، شكله كتير حلو كمان وطيبة. والعصائر، عصير ليمون وعصير فريز وكوكتيلات وسلطات فواكه والقشطة، طبعا احنا شغلات هي بدها وقت كتير حتى نقدم عليها ونشرح فيها، بس هلا عملنا هذا الشيء شيء تقريبي حتى نعرفكم شوي على هالاصناف هي. وبنتشكر قناة الأنيس الفضائية، عزبناهم معنا كتير اليوم، ساعدونا وكتر خيرهم ويعطيهم ألف عافية إن شاء الله. وإن شاء الله كل رمضان وأنتم بخير، وينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة وسلامة على جميع المسلمين والعرب إن شاء الله. أهلا وسهلا، شرفتوا مطعم منسا. Shop.